السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا كيجي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هناخد حساب KG2. خدنا قبل كده كلمة الأشكال الهندسية، عفوا خدنا الأشكال الهندسية قبل كده، خدنا المربع والمثلث. النهاردة هناخد ايه؟ الدايرة. خدنا المربع وقلنا بتتكتب ازاي يا كيجي؟ ميم ر ب عين. مربع، مربع 4 ضلوع، 1 2 3 4، مربع ميم ر ب عين. وخدنا المثلث، قلنا المثلث 3 ضلوع، 1 2 3، 3 ضلوع. المثلث بيتكون من ايه كي جي؟ ميم س لام س. مثلث، مربع، مثلث. النهاردة هناخد الدايرة. الدايرة دايرة مدورة، بتبقى مدورة يا كيجي. الدايرة بتتكون من ايه يا كيجي؟ دال الف. الالف هنا بقى بيبقى مختلف، طبق وعليه همزة، طبق وعليه همزة. ره وته مربوطة، وقلنا الته المربوطة بيبقى فوقها نقطتين، مش زي الهه المربوطة بتبقى دايرة من غير نقط. دائرة، دائرة. دال ألف طبق وعليه همزة، ر وت مربوطة. دائرة، مربع ميم ر ب عين، مثلث ميم س لام س. دائرة، دال ألف طبق وعليه همزة ور وته مربوطة. دائرة هنا الألف بتتكتب مختلفة يا كيجي، مش واقفة على السطر، الهمزة محطوطة في طبق. خدنا جدول واحد يا كيجي واحنا عارفينه. خدنا المرة اللي فاتت جدول اتنين. أول جدول اتنين، اتنين في اتنين باربعة، اتنين في اتنين باربعة، اتنين في تلاتة بستة، اتنين في أربعة بتمانية، اتنين في اتنين باربعة.